السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنعمل مقلوبة على الطريقة الشامية، إن شاء الله تعجبكم الطريقة وحتكون إن شاء الله طريقة مميزة وجديدة. ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتنشروا المقطع لأصدقائكم. اول شي انا عندي هون سلق دجاج، كيلو دجاج طبعا، وجهزته على جنب، بحطه على جنب. وهون بدي حمص الفستق حتى يتغير لونه ويصير لونه اللون الذهبي. طبعا ما بصير نوقف عن التحريك، لازم نستمر بالتحريك لحتى ناخذ اللون اللي نحن بدنا اياه. هون بعد ما صار باللون الذهبي بنحطه على جنب لحتى نستعمله. بنجيب باذنجان هون تقريبا نص كيلو وبنقشره، ومنقطعه على شكل شرائح سميكة مثل ما انتم شايفين بالفيديو. ونقلي باذنجان ونصبر عليه شوي لحتى ياخد اللون اللي احنا بدنا اياه، حتى يحمر شوي. بس ومنقلبهم بهذا الشكل. بنكمل باقي الكمية لحتى نساوي الكمية كاملة. هلا بننتقل للمرحلة الثانية، تحضير الرز. أول شي عندي بنضيف 4 كاسات ونص مي، سخنة أو باردة ما بتفرق، هي حطها على النار. نحنا بنحط معلقة زبدة، بنحط قطع الباذنجان حتى يغلي مع الرز وتعطي نكهة طيبة. بنحط شوية دجاج معه عشان تنكهها. بنضيف ظرف ماجي، ومنحط معلقة ملح أو تقللو شوي بكيفكم، ملح اختياري. بنتركها لحتى تغلي لمدة 10 دقايق.
بعدين بنضيف الرز، أنا نقعته لمدة 10 دقايق مسبقة وصفيته. بعدين بنغطيهم لحتى يستوي شوي. بعد 10 دقايق بنحركها بهذه الطريقة، بنشوف إذا استوت أو راحت المي ولا لسه. بنرجع نغطيها لمدة 10 دقايق تانية. بعد 10 دقايق بنتأكد انه الرز استوى وبنقلبها شوي، بنرجع بنغطيها لحتى تاخد الاستواء كامل. بعد 5 دقايق نفتح عليها وشوف شلون كل حبة واختها على قولتنا نحن شو. طبعا انا بحب الرز يعطي لمعة او بريق مميز له، بضيف قطع الزبدة، هو هذا السر الاساسي بهذا الشكل. طبعا هون بنطفي النار وبنحط قطع الزبدة ومنغطيها لحتى تدوب الزبدة تماما. هلا عندي بننتقل للمرحلة الثالثة، هي التزيين، تزيين المقلوبة. اول شي عندي هون حطيت قالب الجاتو او اي قالب عندكم ما بتفرق، وبامكانكم تحطوه باي صحن. حطيت عندي شوية فستق رشيته بهذا الشكل، وحطيت عندي شوية مرقة الدجاج، ونضيف فوق منه الدجاج اللي حضرناه قبل، ونحط فوق منه شرايح الباذنجان بهذا الشكل. ومنضيف الرز، وهي الشكل النهائي بعد ما قلبتون. وإن شاء الله صحتين وهنا، ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتنشرون المقطع على أصدقائكم.